بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل في المحاضرة الثالثة دراسة جغرافية البرازيل. كنا اتكلمنا عن الجغرافيا الطبيعية في المحاضرة الأولى والثانية، والنهاردة إن شاء الله بتكلم في الجغرافيا البشرية والاقتصادية والسياسية للبرازيل. ونبدأ بالسكان. سكان البرازيل خليط من معظم الأجناس، بمعنى احنا خدنا في الترم الاول ان الاجناس البشريه ثلاثه، هي السلاله المغوليه والسلاله الزنجيه والسلاله القوقازيه. فينتمي شعب البرازيل الى الثلاث سلالات. ازاي؟ هنلاقي ان السكان الاصليين او السكان الاصليون للبرازيل هم الهنود الحمر، وطبعا عرفنا ان الهنود الحمر ينتمي للسلاله المغوليه، وطبعا دول اقليه الان هناك. العنصر الثاني اللي بيكون شعب البرازيل هم العناصر السوداء ذات الأصول الإفريقية، وطبعا دول اللي بنطلق عليهم اسم الزنوج. القسم الثالث هم الأوروبيون اللي هاجروا من أوروبا طبعا بعد اكتشاف البرازيل واستقروا فيها، وبيكونوا النسبة الغالبة من السكان، والأوروبيين معظمهم دول أصولهم برتغالية. طيب نشوف عدد سكان البرازيل. عدد سكان البرازيل 203 مليون نسمة، يعني سكان البرازيل بيمثلوا نص سكان أمريكا الجنوبية. يبقى أنا فهمت دلوقتي إن سكان أمريكا الجنوبية نصهم بيعيش في دولة البرازيل، وما ننساش قبل كده إن نص مساحة أمريكا الجنوبية هي دولة البرازيل. فبالتالي بقول البرازيل أكتر دولة من دول أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان. عشان كده بلاقي إن البرازيل بتعاني من مشكلة سكانية. إيه المشكلة السكانية اللي بتعاني منها؟ إن في مساحات كبيرة من الأرض ما فيهاش سكان، مساحتها الواسعة، ووجود مناطق شبه خالية من السكان طبعا، مثل سهول الأمازون. طبعا سهول نهر الأمازون تكاد تكون خالية من السكان بسبب الظروف الاستوائية اللي فيها، الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة وانتشار الأوبئة والأمراض. السؤال يجي لي ازاي في الامتحان، ليه البرازيل بتعاني من مشكلة قلة عدد السكان؟ بسبب المساحة الواسعة ووجود أماكن شبه خالية من السكان زي سهول نهر الأمازون. طيب تعال نتكلم على توزيع السكان في البرازيل. وسكان البرازيل في مناطق فيها مزدحمة بالسكان أو مناطق يتركز فيها السكان، وبمناطق يقل فيها ويندر فيها السكان. نبدأ بأماكن تركز السكان، وزي ما احنا شايفين دلوقتي أماكن تركز السكان هو الساحل الجنوبي الشرقي. الساحل الجنوبي الشرقي. طب يسألني في الامتحان يقول لي بما تفسر يتركز سكان البرازيل في الساحل الجنوبي الشرقي؟ هقول له حيث المدن الرئيسية مثل مدينة ريو دي جانيرو وسانتوس وساو باولو، وهنعرف أماكنهم على الخريطة لما نيجي نتكلم على أهم المدن في البرازيل. هل دي بس المنطقة اللي بيتركز فيها السكان اللي هي الساحل الجنوبي الشرقي؟ لا، في منطقة تانية اللي هي المدن اللي أنشئت حديثا، زي مثلا مدينة برازيليا ومدينة ميناوس. طب هم ليه في البرازيل انشأوا مدن حديثة زي برازيليا اللي دلوقتي العاصمة الجديدة للبرازيل؟ الهدف حاجتين: تعمير هضبة البرازيل. هضبة البرازيل منطقة كانت شبه خالية من السكان، فلما نعمل فيها مدن جديدة معنى كده نجذب السكان اللي بيتركزوا على الساحل الجنوبي الشرقي ويتجهوا الى الداخل ويعمروا هضبة البرازيل. والسبب الثاني اعادة توزيع السكان نحو الداخل. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان البرازيل انشات مدن جديده زي برازيليا وزي ميناؤوس. برازيليا دي موجوده في فوق هضبه البرازيل، ميناؤوس دي موجوده في حوض نهر الامازون. السبب حاجتين: تعمير هضبه البرازيل واعاده توزيع السكان نحو الداخل. وفعلا نجحوا الى حد كبير في المساله ديت. نتكلم بعد كده على الأنشطة الاقتصادية في دولة البرازيل. هنتكلم على الزراعة وقطع الأشجار والرعي وصيد الأسماك والصناعة. فبنبدأ بالزراعة.
طبعا الانتاج الزراعي في البرازيل ضخم يا جماعه، ما ننساش ان البرازيل 8.5 مليون كيلومتر مربع، يعني نص مساحه امريكا الجنوبيه، فعندها انتاج زراعي ضخم جدا. بيشتغل بالزراعه اكتر من ربع القوى العامله، يعني الناس اللي بيشتغلوا في كل الاشغال في البرازيل هنلاقي ربعهم، يعني 25% بيشتغلوا في مجال الزراعه، رغم ان الاراضي الزراعيه بتشغل 2% بس من مساحه البرازيل، ومعظمها موجود في الجنوب. طبعا عشان احنا قلنا المنطقه الاستوائيه في الشمال اللي هي حوض الامازون يمكن بتغطي نص مساحه البرازيل، بالاضافه الى وجود الهضبه اللي بتشغلها المراعي اللي هي هضبه البرازيل، يبقى الجزء المتبقي اللي ممكن احنا فعلا يبقى فيه مناطق زراعيه هو الجزء الجنوبي، والاراضي الزراعيه قلنا بتشغل 2% بس من مساحه البرازيل. البرازيل بتشتهر بإنتاج محاصيل زراعية كتير، بس هي أولى دول العالم في إنتاج البن وقصب السكر. البن طبعا مشهورة بيه البرازيل بالإضافة إلى قصب السكر، زي ما عرفنا برضو في الوحدة الأولى لما جينا نتكلم على الزراعة في العالم. اتكلمنا قبل كده إن البرازيل فيها أماكن للغابات، قلنا في غابات استوائية وفي غابات مدارية موجودة فوق هضبة البرازيل وعلى السواحل، فبالتالي بيقوم السكان بحرفة قطع الأشجار عشان يستفيدوا ويصنعوا الأخشاب بتاعتهم. أما حرفة الرعي وصيد الأسماك فحرفة تمثل نصيب مهم في الاقتصاد البرازيلي. البرازيل عندها مراعي، مراعي يعني مناطق فيها حشائش تربى عليها الحيوانات زي ما خدنا قبل كده في النبات الطبيعي. عندها نوعين من الحشائش، حشائش حارة قلنا فوق هضبة البرازيل، وحشائش معتدلة موجودة في الأجزاء الجنوبية. فعندي مراعي دائمة في شمال هضبة البرازيل تغطي مساحة كويسة منها، فعشان كده هي عندها يعني عندها ثروة حيوانية ضخمة. يبقى لما يقول لي في الامتحان بما تفسر يمثل الراعي حرفة هامة في الاقتصاد البرازيلي، وأقول له لأن في مراعي دائمة موجودة في شمال هضبة البرازيل تغطي مساحة واسعة. عشان كده البرازيل من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للحوم. طب هي بتجيب لحمة منين؟ من الثروة الحيوانية. طب والثروة الحيوانية ديت بتربى على إيه؟ تربى على المراعي. يبقى عندها ثروة حيوانية ضخمة عشان عندها مراعي طبيعية. عندها دولة منتجة ومصدرة للحوم لوجود ثروة حيوانية كبيرة، لوجود طبعا المراعي. البرازيل انا قلت بتطل على المحيط الاطلنطي من جهه الشرق والشمال الشرقي، فبالتالي عندها ثروه سمكيه كبيره عشان بتمتلك سواحل طويله على المحيط الاطلنطي وعلى البحر الكاريبي، مع وجود طبعا نهر الامازون اللي هناخد منه اسماك المياه العذبه. الثروه المعدنيه ومصادر الطاقه في البرازيل. البرازيل عندها ثروة معدنية كبيرة بيقوم عليها طبعا النشاط التعديني، وأهم المعادن الموجودة الحديد والبوكسايت والمنجنيز. عشان كده بقول الصناعة تطورت في البرازيل من صناعات غذائية ومنسوجات وصناعات كيماوية، دي بقول عليها صناعات بسيطة كانت موجودة في البرازيل في الماضي، لكن الآن تطورت الصناعات بقت عندها صناعات ثقيلة زي صناعة الحديد والصلب والسيارات والطائرات والآلات الكهربائية والأسمنت. يبقى تقدمت وتطورت الصناعة في البرازيل لتوفر مقاومات الصناعة. طب اديني دليل على كده، يعني اثبت برهن على صحة العبارة تقدمت وتطورت الصناعة في البرازيل. هقول له في الماضي كانت بتقتصر على ايه؟ صناعات غذائية، منسوجات، وصناعات كيماوية. الآن لا، في صناعات ثقيلة زي صناعة الحديد والصلب، صناعة السيارات، صناعة الطائرات والآلات الكهربائية والأسمنت. طب الصناعات دي بتتركز فين؟ أكيد بتتركز في الجنوب الشرقي، حيث المدن الرئيسية زي ما اتفقنا قبل كده يتركز سكان في الجزء الجنوب الشرقي، زي مدينة ساو باولو وريو دي جانيرو وغيرها من المدن الرئيسية. طب تعال نشوف أهم المدن في البرازيل. أهم المدن ثلاثة. برازيليا هي العاصمة الجديدة. برازيليا هي العاصمة الجديدة. طبعا أنشأت احنا قلنا ليه؟ عشان نشجع السكان للدخول أو الاتجاه من الساحل نحو الداخل. فأنشأت فوق هضبة البرازيل وهي العاصمة
الجديدة، وتعتبر طبعا أهم المدن البرازيلية الآن. المدينة الثانية هي مدينة ساحلية، هي ريو دي جانيرو، طبعا دي على ساحل المحيط الأطلنطي، وهي العاصمة القديمة ومن أجمل مدن العالم. يفضل عندي مدينة ساو باولو، هي أهم المواني طبعا على المحيط الأطلنطي، تشتهر بثلاث حاجات: مبانيها الضخمة وشواطئها الرملية الواسعة، وأن هي أهم المواني في البرازيل. يتبقى بس أبص الأول على الأماكن، المدن ديت على خريطة البرازيل. اتفقنا أن يجاور البرازيل 10 دول والمحيط الأطلنطي. تعال نشوف المدن المهمة. مدينة برازيليا هي فوق هضبة البرازيل، ما ننساش مدينة ميناؤوس الموجودة في حوض نهر الأمازون، وهي من المدن الجديدة. برازيليا هي العاصمة الجديدة عشان نجذب السكان، وبدل ما يتركزوا على الساحل لا، يتجهوا نحو الداخل لتعمير هضبة البرازيل. ما ننساش مدينة ريو دي جانيرو، ميناء مهم جدا على ساحل المحيط الأطلنطي، ومدينة كمان ساو باولو موجودة هنا يعني عند مدار الجدي تقريبا في دولة البرازيل. نرجع تاني لآخر حاجة، علاقة مصر بالبرازيل. مصر بترتبط بالبرازيل بعلاقات قديمة تمتد للقرن ال19. الدولتين بيهتموا فعلا بتوسيع نطاق التبادل التجاري ما بين البلدين لاختلاف طبعا منتجات البلدين. طيب هنتكلم على مصر بتصدر إيه للبرازيل والبرازيل بتصدر لنا إيه. تصدر مصر إلى البرازيل الأقطان، قطن طبعا، القطن المصري اللي هو الطويل التيلة، أجود أنواع القطن في العالم. المواد الغذائية، بعض طبعا المواد الغذائية، الأثاث اللي هو الموبيليات، والمنسوجات اللي هي الأقمشة والأسمدة. يبقى مصر بتصدر إلى البرازيل الأقطان، المواد الغذائية، الأثاث، والمنسوجات والأسمدة. تستورد مصر منها، مصر بتستورد تشتري إيه من البرازيل؟ الحبوب، خاصة الحبوب الزيتية، زي مثلا السمسم، الفول السوداني، دي اسمها حبوب زيتية. والسكر طبعا، عشان البرازيل تحتل مكانة مهمة في العالم في إنتاج قصب السكر، فبالتالي مصر بتستورد منها السكر. ومن المعادن المشهورة الحديد، تستورد مصر من البرازيل الحديد، بالإضافة إلى اللحوم والدخان والبن، دي من أهم الواردات المصرية من البرازيل. طبعا هيبقى قدامنا مجموعة من الأسئلة، ونحاول ندرب نفسنا على عدد كبير من الأسئلة لدولة البرازيل. هي دولة سهلة، وإن شاء الله تجيبوا فيها أعلى الدرجات. شكراً.